نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحثوا من أين تتعلم الكهرباء، أنت في مكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى شرح موقع جميل جدا ورائع ليحتاجها كامل لاستعمله للإلكترونيك أو الإلكترونيات بصفة عامة. يعني تقدروا تعلموا من خلال هذا الموقع ليهموا أيضا برمجات الأردوينو تستفدوا من هذا الموقع اللي يحب يتعلم ايضا لي كومبوزي الكترونيك او عناصر الكترونيه ايضا استفد من هذا الموقع. يعني موقع رائع جدا اللي هو تينكر كاد. بدون اطاله نروحوا نشوفوا الحاسوب كما راكم تشوفوا. دونك نروحوا لجوجل نكتبوا تينكر كارد. كما راكم تشوفوا خرجوا لهنا، نضغطوا اوكي. كما راكم تشوفوا خرجنا لهنا تينكر كارد. دونك ها الاولاني هذا كي ندير ريشيرش دونك ندخلوا لهذا الاولاني دونك الريزلت الاول نضغطوا عليه. اذا كما راكم تشوفوا يدينا لهذا الموقع كما راكم تشوفوا تينكر كارد. انا دخلني ديريكتومون الكونت تاعي، نتوما ما تخرجكمش هذا لاباج بصح تلقاو لهنا باش انجستري ولا تدخلوا يعني الكونت تاعكم. كي تدخلوا الكونت تاعكم تخرج لكم هذا هذه الصفحه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. اذا احنا اللي يهمنا دونك كاين اللي يهمهم ايضا اللي يحبوا يديسينيو او يديروا لا كونسيبسيون 3 ديمونسيون او 3 دي يقدروا يستعملوا هذا الموقع. دونك ما عليهم غير يضغطوا لهنا كونسيبسيون 3 دي. اما احنا اليوم نشرحوا برك هذا لابارتي تاع اللي تهمنا دونك لابارتي تاع الالكترونيك. دونك نضغطوا على السيركوي كما راكم تشوفوا تخرجنا هذا لابارتي. احنا نضغطوا كري ان سيركوي كما راكم تشوفوا. يعني اذا عندك تجربه ولا اذا حبيت كري سيركوي ولا دونك عليك غير تضغط كري سيركوي باش تجرب. كما راكم تشوفوا دنا لهذه الصفحه دونك نلقاو لهنا هذا لي كومبوزو او هذا العناصر الالكترونيه كما راكم تشوفوا الليد صغير لا ريزيستونس لو بوتون او السويتش كما راكم تشوفوا. هنا عندنا بوتونسيومتر يعني لا ريزيستونس فاريبل او مقاومه متغيره. هنا سي ان كوميتاتور غليسون يعني سي تان بوتون يعني سيليكسيوني عنده دو سورتي. هذه سي تان كوندونساتور او كاباسيتور. عندنا البطاريه يعني عندنا كل شيء سورتو اللي يحبوا يتعلموا الاردوينو. ان شاء الله نستعملوا هذا الموقع سورتو على جل هكذا شرحت هذا الموقع باش نستعملوها ان شاء الله باش نفهموا مليح الاردوينو. دونك نشرحوا على هذا الموقع خير ان شاء الله. ايضا نشرحوا على ارض الواقع بصح كاينين لي كومبوزو اللي خاصو طلبتهم بصح ما وصلونيش. ان شاء الله نستعملوا هذا الموقع على لي كومبوزي اللي ما عنديش بصح اللي عندي نشوفهم ديريكتومون في ارض الواقع. دونك كما راكم تشوفوا عندنا هنا اردوينو نانو. هنا سي فيبراسيون موتور يعني فيبرور موتور اكور كونتينوي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نتوما اذا حبيتوا ديروا كاش التجربه كما راكم تشوفوا درنا على هذا ايضا الكومبوزون فوتو ريزيستونس او المقاومه عفوا المقاومه الضوئيه فوتو ريزيستونس المقاومه الضوئيه كما راكم تشوفوا. اذا بار اكزومبل نحبوا نكريو ان بيتي سيركوي ونجربوا. ايضا اذا حبينا نستعملوا البريد بورد او بلاكيت دو بيتي تاي ولا يعني باش نسيو السيركوي تاعنا
نضغط لهنا نجيبوها مثلا. فوالا اذا كما راكم تشوفوا ممكن نضغطوا هكذا نحيوا هذه البطاريه. نجيبو هاد البطارية، دونك حاجة اللي نحبو نديبلاسيوها ولا نكبروها ولا نصغروها دونك نضغط عليه، دونك كي نحبو ندورو كيما هاد البطارية نضغط عليه دونك نضغطو عليه، نضغطو على هاد لابليش سور الكوتي غوش، نضغطو حتى كيما راكم تشوفو، تجينا هكدا داخل. بريد بورد اللي ما يعرفش بريد بورد ديجا درنا عليه حلقة في القناة، دونك بار اكزومبل نروحو نجيبو لي كومبوزو اللي نحبو نستعملوهم، ولا ما إلا حبيتوش ما تستعملوش البريد بورد هذي ما تستعملوهاش، بار اكزومبل نحيها نضغطو عليه نسيليكسيوني ندير سوب برك طرو، نروحو نجيبو مثلا محرك صغير كيما هذا. هنا نجيبو ريزيستانس ايضا، ديرو برك سيركوي صغير هكدا باش برك تكون عندكم ليدي. مثلا هاد لا ريزيستانس جاتني بهاد الجهة، انا ندورها باش نبدلها السونس. فوالا هكدا نجيبو ايضا هاد الكوميتاتور او هاد البوطون. دونك باش نديرو الاسلاك نروحو ديريكت وين حبينا نجبدو نضغطو هكدا نروح مام لاكولور، تقدرو ديرو لاكولور لي يساعدكم. ها كما راكم تشوفو دونك درت هاد السلك، نروحو نبدلولو مثلا لاكولور لي حبينا، رايد مثلا لروج باسكو سي جبنا الموجب، يعني تستبدلو عليه بزاف بزاف. مثلا هاد لا ريزيستونس نعطيكم ليكزومبل باش تعلمو لي كود كولور، مثلا كيما راكم تشوفو ضغطت عليه نروح نبدل هنا في القيمة تاع المقاومة، شوفو لي كولور لهنا يتبدلو. نروح مثلا ندير 0.5 كيلو اون، كيما راكم تشوفو لي كولور يشانجيو. نروح مثلا نعاود ندير ان مثلا 100، وهاي كما راكم تشوفوا يبدلوا لي كولور، ندير مثلا 100 اوم كما راكم تشوفوا لي كولور يتبدلوا. ميم تقدروا تعلموا لي كود كولور في هاد، يعني هنا كي تحبوا تدوروا لازم تضغطوا على لاسوري تاعكم تجربوا السيركوي تاعكم، شوفوا واش كيمشي ولا ما يمشيش، تبدلوا في القيم تاع لي كومبوزون كما راكم تشوفوا. اذا حبيت نبدل مثلا هذا كولور نكليكي عليه، مثلا هذا نكليكي عليه هذا هنا هذا ما شاء الله. الان نديرو وليسي كيما راكم تشوفو، دونك نضغطو لهنا ديماري لا سيميلاسيون لهنا في هاد البوطو سور لا دروات، نضغطو هنا نبداو نروحو نضغطو على السيكسيون الكوميتاتور تاعنا كيما راكم تشوفو. لازم نبدلو القيمة تاع المقاومة اذا كما راكم تشوفوا الان يمشي الموتور تاعنا راه يدور. اذا حبينا نحبسو نضغطو عليها هنا لهنا في هذا البوطو يحبس، اذا حبينا يمشي نضغطو على هذا البوطو. فوالا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال كتبونا في الكومنتر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته للحلقه القادمه ان شاء الله.